بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور رواية وكل يدي هارجيسة إنجليش أونلاين قيبت يد عربية ومع المحمود شيخ حسين علي وكما عدار مع البوس درسي قالوا حكو سابسي كتاب كل رمشري المفيد في تعليم العربية وها كتاب كسعودة سلسلة دي تعليم اللغة العربية وحدة بيدي أفراد أما شابتر كيدي أفراد أما عتب كيدي أفراد هذا بصدد تغاني القصص المفيدة ولما تيكو وادويان قصدي القصص كيف فايديني كتاب كاسو أفرق يبقى بك قبنا بان كلمات بكدي سيئين كلمات في جملة تعابير متداولة جملة ذو ما يرجع على استعمالي قصة حوارات متنوعة وسواق هذا طبعا ودما أنت قيبتا وحنكو قادنا لنا قصص مفيدة قصوي وحفايدي وشيك حرير هاي لكن هذا حنا كفايدي زلزل لبرنا لنا عوانا إيوه أقومبا إيوه لنا على بعض وآه لغد عربي وآه كسي سيقة سيدة ودمارو وبا حكوسي كردية وحي قصادة مكوها بسا طلب العلم من المهدي إلى اللحد علم قبر الشديسة لقد لابو مركو قفو ياي مرحلة الأساسية أو كتشيرو مستوها روضادة أي رهضان كيشيغا إلى إيو إلى اللحد بمعنى إلى الموت إلى أن توقفك كقد قليل إنه علمك حيستو أو كتاقنا هذا وأنا مرحلة من المراحل من كتوشي قوانت علمك قفين بوهاية وفوق كل ذي علم عليم مركا طلب العلم من المهدي إلى اللحد إلى اللحد علم جاي أتبرتيد وأتدلبتيد وأتكدبتكتيد لقد بلعب من المهد أنتوا قفوا دربت كتشروا إلى اللحد إذا أنتوا إيلك كجلي قصاد الواحد كهذا بس لبنان أو علماء هراء أما ضدك هراء أو إسوان سنة يا نوين بعنش يا خوي أو أميرة يحوي يحان دون يا ومركو أصوى قلي وحو أركي أصوى كوح أما جماعة مسلمين تكمده أصحاب تيس أي علم مذاكرين يعني أي وضراء عنا يعني كسو يوح ما كفهم سا كسو يمي كسو يوايو كسو يدي ما حلي أنا المداء دان أبي كبير السمين المداء دان أحباق بران كريا كسو يدي محاكا ورتاقين war in aad jahiltinimo ku qanacdid waxa ku dhaanta in aad ku dhimatid adigoo cilmiga dalahay wana u dhaartay marka qisada noocaas ah oo dhirigelin ah ayaynu ka hadli doonaa dakhala ibraahim ibn mahdi ala al-ma'mun in ibraahim ibn mahdi la yiraahdo ayaa wuxuu u galay ala al-ma'mun wa indahu jama'atun yatadhakaruna masail al-'ilm وعنده إصابه أي أكثر أهاتي لتشوكته مأمون كان جماعة يتذاكرون مسائل العلم ضب أما كوح أرضيئة أو علم يجي وضراء عنص هي مسائش العلم جاهد فقال يا هذا وعكل إبراهيم يا هذا واركنو هل لك معرفة بما يقول هؤلاء هل لك معرفة أقول يا ذلك بما يقول هؤلاء كوا سوح إليه هل لك معرفة بما يقول هؤلاء أقول يا ذلك هذا وحي ذكاس مذاكرين يا ورعنا يا مقرنس وحوما كقرنس فقالوا يا أمير المؤمنين أميرك المؤمنين مأمونوا شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر
wuxuu yahay amirkii muuminiinta waalidkii baana mashquuliyey oo adhi iyo xoolo raac iyo bay noo dirsadeen fisiqar waqtigaanu yaray abana lama barin washtaqalnaa fi lkibar imankana annaga ciyaalkayga tuurta ugu sidana oo bariiskii u raadinayna markaanu weynaanay washtaqalnaa waanu mashquulnay fi lkibar markaanu weynaanay markaanu yarayna dee waalidkaana mashquuliyey waxbarashanana ma geyn markaa mashquuliyadaasaa jirta halkuu ku odhan lahaa waxba ma garanayo ayuu si dadban u yidhi shaqalo yaa amiir almuminiin shaqalunaa fi siqar washtaqalnaa fi lkibar amiirkii muminiinto waanana mashquuliyey markaanu yaray washtaqalnaa fi lkibar markaanu weynaanayna waana mashquulnay faqaala almamuun lima tatacallam alyowm oo maanta maxaad waxu baran weyday hadda aad taagan tahay ee wixii tegetege tiigsimaad male waxaa soo socdana waa shay qayb ah oo aynan garanayn haddii aynan gacanta gelin karan oo laynaga qariyey waxaa soo socda saacadda aad joogtid maxaad waxuga faa'iidaysiin lahayd buu leeyay ila waxaa la yidhahdaa maa madafaat wixii tegetege oo tiigsimaad male walmu'amalu qayb waxaa soo socdana waa shay qayb ah oo kaa qarsoon walaka saacata alatii anta fiiha walaka saacata alatii anta fiiha waxaad leedahay waqtiga aad taagan tahay ka faa'iidaystay on the spot alaan hadda waa inaad wax ka faa'iidaysataa faqaala almamuun amiirkii muminiinta ninkii nasneexo ugu sii ori lima maxaybaad lam tatacallam alyowma hadda aanad waxu baranayn alyowma maanta calaamta su-aal welibana calaamatu tacajubna ku dhig calaamatu tacajub ayaa inaad raacasa faqaala wuxuu yidhi oo ku jawaabay ibraahiimkani oo amiirka u yimi ma'muun wuxuu ku jawaabay awa yuxsinu bimilii talab alcilm abiki bay xsineen waama da'danaan wax ku baran karaya awa yuxsinu miyuu ii wanaagsan yahay haa bimilii anigoo kaleo da'dan taagan talab alcilm inaan cilmi xilligan dalbo anoo cirabaa leh waxay dadku had iyo jeer ku aan dacooda anoo carabkii ga ballaadhay anigoo ciradaa leh anigoo da'daas miyaa wax baran karaya maadaam horeba wuxu baran waayey oo waxyaabaha had iyo jeer shaydaanku ku kambaruuriye ee uu maaratay uu qofka ku fadhiisiyo faqaala wuxuu yidhi amiirkii muminiinta oo muminiinta oo ma'muun oo u nasteexaynaya ninkaa ibraahim ibnu mahdi u nasteexaynaya wuxuu yidhi nacam haa da'danaad wax ku baran karta haa abuubakar isagoo cirra leh oo nin weyn oo cirro boosh cadaaday ah radia allahu canhu ayuu waxbaranayay oo ardayda yar la fadhiisanayay oo xalqada nebiga fadhiisanayay marka adiga waxaa lagaaga baahan yahay yaanu shaydaanku wasiilo kaaga dhigan cimrigaaga iyo da'daada oo shaydaanku yaanu ku odhanin maxaa weeyaan cilmiga kaa fadhiisanay ee buugka qaado inta indhe kugu yaali inta ay dhegaad wax ka maqlaysid joogta inta aad wax fahmasid eenad waalayna miir qabtid waxbaro nacam haa waxbaad baran kartaa buu yihi weliba nagu dhaartay da'dabaad wax ku baran kartaa wallaah ilaah baan ku dhaartay buu yihi imaamkii muslimiinta ah ma'muun baa dhaaranaya fii casrihi wallaah ilaah baan ku dhaartay lian tamuuta taaliban in aad dhimatid adigoo ardaya taaliban lilcilmi cilmiga dalbaya khayru laka waxay kaaga wanaagsan tahay min an taciisha qaanican biljahl waxay kaaga wanaagsan tahay in aad ku noolaatid jaahiltinimo oo aad satisfied ku noqotood ku qanacdid taasaa waxa weeyaan kaaga wanaagsan cilmigaa ku taagnow min almaadi ila lacab qaala ibraahim baa haddana yidhi wailaa mataa yastamiru talab alcilmi wailaa mataa yastamiru talab alcilmi wailaa mataa ilaa iyo goormaa yastamiru uu soconayaa talab alcilmi cilmigan aad leedahay soco oo ku soco oo kusii soco ilaa iyo goorma qaala wuxuu yidhi maa daamat bika alxayaa intay nololiba kugu jirto aqoonta jaamacad laguma joojiyo bos graduate laguma joojiyo doctoraa laguma joojiyo waa min almahdi
إلى الأحد إلى أنت ذيك الجلس لقبي لا بحلقة عاد كعان كتهي عاد وعبران كرسي كيتشي أيام ما حيت المرحلة الأساسية روضة إلى أيه إلى الموت لقبي لا بحلقة من المهدي إلى الموت from the cradle to the grave why قال وإلى متى يستمر طلب العلم قال ما دامت بك الحياة أنت إن علمك بجرت وإلى هذا نكتفي بهذه الحلقة المباركة وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.